تختتم اليوم فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذي شهد على مدار أيام إقبالا كبيرا من جانب المواطنين والذين أشادوا بجودة المنتجات المعروضة. وحول فعاليات اليوم الأخير للمعرض تنضم إلينا شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز. إليك شيرين، وأطلعينا على ما لديك من معلومات حول آخر يوم لمعرض تراثنا. بالفعل فرصة أخيرة لمحبي المنتجات الحرفية والتراثية بيوفرها اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي يختتم فعالياته اليوم في تمام العاشرة مساء بعدما تم مد فترة عمل هذا المعرض ليومين إضافيين، نظرا للإقبال الشديد من جانب الجمهور على هذا المعرض والذين طالبوا بمد فترة عمل هذا المعرض نظرا لما يوفره من منتجات بتتميز بالجودة في الخامات والتأفيل الخاص بها، هذا بالإضافة إلى الأسعار المناسبة والأذواق المختلفة التي تلبي كافة رغبات الجمهور. هذا المعرض بنلحظ فيه في هذه اللحظات ونحن في منتصف الظهيرة في يوم السبت آخر أيام هذا المعرض، يعني توافد كبير من جانب الجمهور الذي أصر على الحضور في آخر أيام هذا المعرض والذي فتح أبوابه منذ العاشرة صباحا. الجمهور يعني كما نرى أنه بيقوم بشراء العديد من المنتجات التي وفرها هذا المعرض، خاصة في ظل مجموعة من العروض نظرا ان اليوم هو اليوم الاخير، فبعض العارضين قرروا عمل بعض الخصومات على منتجاتهم في اليوم الاخير. المعرض بيضم تقريبا 600 عارض من مختلف المنتجات التراثيه والحرفيه، بنتحدث عن منتجات الجلود من المفروشات، ايضا الحلي والاكسسوارات والديكور والاثاث، وكذلك ايضا المشغولات الفضيه والنحاسيه. دعونا ناخذكم في جوله لنقرب لكم المشهد عن المنتجات هنا في المعرض. دي مجموعه من المنتجات المشغولات الجلدية، مجموعة من المحافظ والحقائب بأشكال وأحجام مختلفة، حتى مجموعة من الكتب الأغلفة بتاعتها تم عملها بأغطية جلدية وبأشكال وألوان مختلفة، وكل ده بأسعار منافسة يعني نظرا لما تتمتع به هذه الأسعار بالخارج، فتعتبر هذه أسعار منافسة بالنسبة للسوق. دي فن الموزايك، دي مجموعة من التابلوهات والأطباق، ده طبق من فن الموزايك تقريبا سعره 300 جنيه، وده سعر مناسب جدا نظرا يعني الصعوبه والفن اللي بيحتاجه هذا نوع من الفن فن الموزايك. دي مجموعه من التابلوهات والمرايات باشكال والوان مختلفه. نخش العارض تاني، دي مجموعه من الاشغال من الفخار والخزف، دي مجموعه من الاطباق ومجموعه من الصواني، يعني ربما دي لمحه سريعه عن المعرض، وبالعوده اليكم للاستوديو مره اخرى. نعم، شكرا لك شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز من معرض تراثنا على كل هذه المعلومات.